السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنجرب موقع اسمه فيذر دوت اي اي. الموقع ده عبارة ان انت بتقول مثلا اعمل لي 8 اعمدة 4 في 4، بتكتب له كده زي ما بتكتب مثلا لجيميناي، بس بدل ما يعمل لك صورة هيعمل لك تصميم 3D، يعني هيعمل لك شغل البيم من خلال بس ان انت تكتب له انا عايز كذا. تمام، هي دي فكرة الذكاء الاصطناعي، هو ده الناس عايزة توصل له دلوقتي. بقى في الاوتوكاد لو انت رفعت من خلال انسرت بي دي اف لوحه مثلا معموله صوره مثلا ومكتوب جنبها احنا محتاجين نعدل حاجه معينه، يعني في مثلا عمود معمول مثلا 20 سنتي في 20 سنتي، ففي حد كتب كومنت لا خليه 25 في 25، يبقى هو اوتوماتيك هيعدل لك، هينفذ لك التعليل اللي انت عامله ويطبقه لك على اللوحه اللي انت عاملها. تمام، اهو بدأ يصمم كل حاجه من خلال ان هو بيكتب له تكست، يعني مش بيختار امر ويبدأ ان هو ينفذ، لا هو بيكتب له تكست. تمام، بيقول له غير لي العمود لكذا، فيبدأ ان هو يغير له العمود. تمام، طبعا الموضوع لسه في بدايته، فلذلك هتلاقي ان هو محدد لك بعض الاوامر اللي انت تبدأ تشتغل عليها. تمام، وخلينا نجرب التولز ديت. تمام، بيقول لك ان انت ممكن تجرب تكست تو كات، يعني هي تكنولوجيا تكست تو كات، يعني بدل تكست تو ايمج بقى تكست تو كات، بعد شويه هتلاقي تكست تو ايمج، الله اعلم بقى هيحصل ايه بعد كده. تمام، فانا هقول له ان احنا عايزين نجرب، ممكن نقول له هو هنا عامل لي فيديو بيشرح لي الاوامر، مثلا درو قول 2 متر، هل هيفهم ولا لا؟ الله اعلم. تمام، هو بيقول لي اعمل، فبيبدا يرسم لنا اهوت اهو 2 متر. تمام، ممكن نقول له درو كولوم ستيل كولوم، وقول له اوكي، وممكن تقول له اعمل لي تحسين للحاجه ديت. خلينا نقول له كده رسم لنا الحاجه اهوت. تمام، طيب تقدر بقى تدي له الاوامر اللي انت عايزها، المقاسات اللي موجوده اللي انت عايزها. تمام، بيقول لي ممكن ترفع ملف كده مثلا جراسوبر جي اتش او راينو او جي اتس اكس او اكس ام ال. تمام، الحاجات اللي خاصه بجريس هوبر عشان تبدا عشان يدرب الموديل بتاعه، لو انت عايز تدرب الموديل معاهم بحيث ان هو يوصل لمستوى اعلى ويحصل فيه تطوير. تمام، ده لو انت عايز تشترك البيزك بلان $50 في الشهر، البرو بلان $100 في الشهر، وبعد كده انتربرايز تتواصل بقى معاهم وتتفق معاهم على السعر. طيب مثلا درو هوم، نشوف هيقدر يرسم مرة واحدة ولا لا، او ممكن نقول الغرفة. تقدر تفعل الوير فريم، تقدر تفعل الجريد، تبدأ هو يرسم لنا حاجة. تمام، نقدر نعدل عليها برضو كل شوية، هنا مدينا بقى المقاسات نقدر احنا نعدل عليها السيكنس وهكذا. ففكرة جميلة جدا، تطور في قطاع الانشاءات. تمام، موضوع ظريف اهو، كل ما بيديله امر بيبدأ ان هو يرسم له طوابق متعددة ويبدأ يرسم له تفاصيل. ممكن تقول له انا عايز ارسم كيرتن وول، طيب بعد ما تخلص الحاجة ممكن تيجي هنا تقول له أنا عايز أعمل داونلود، نشوف هينزل لنا بقى الامتداد، هينزلك بمتد STEB. STEB بيتقبل في الريفت ويتقبل في الاوتوكاد. اتمنى لكم تجربة ممتعة، سيب لكم الرابط في الوصف.